بيجيبوا منه فالحق والحق اقول واحد طلب مني قال خلي فسر سيدي الحجاز الدسوقي فالحق والحق فالحق اقول يعني مفعول مقدم يعني فاقول الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير وهو من اسماء الله عز وجل جل في علاه الحق ايوه ثابت لا يتغير وطريقه واحد لكن الباطل وعر اللجلج وطرق متعددة والحق أقول والحق وقولي الحق يبقى الحق يا خبر مبتدأ محذوف يا مبتدأ لخبر محذوف ومن الأقوى هو قسمه الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية الأولى ولا الثانية الثانية والحق زي لما قالوا إيه سلاما قال سلام اي أيوة والله صح ما شاء الله لانه لما قالوا ايه نسلم سلاما قال سلاما قولا قول مرسلين انما الثاني قال لهم سلام دائم لا لا ينقطع فكان رده ابلغ من ردهم من تحيتهم وفي وحده ثالثه سلام قولا من رب الرحيم ماشي شنو معناها ربنا اللي بيقول لأهل الجنة سلام قولا من رب فالوالد يقول كررها سبع مرات سبع مرات ايه سبعة علشان تقي وكان يقولها مكرر وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا يا ربنا أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كانت الوهاب لا ذكرت في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهاب عبد الوهاب أنت ابنك ما شاء الله محروس عبد الوهاب شو الفرق بين وهاب وعبد الوهاب الوهاب اسم من أسماء الله إنك وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنما عبد الوهاب من عبيد الله من عباد الله العبيد العصاة والعباد الصالحون